مكافيين معكم عالم الصباح. عادة الشوربة بتكون انه شوربة بس هيدي بقلبها تشيكن وبقلبها فليفلي وبقلبها مشروم ومخلى شيء مش حاططها بقلبها، ما عم بفهم اذا بعدها اسمها شوربة. على كل حال رح نروح لعنده ونشوف شو القصة. احبائي صباح الخير، بسرعة فائقة والريحة طالعة وريحة الزنجبيل واصلة يمكن لعندكم كمان على البيت. عندي اليوم شوربة البيض، يعني واحد بس يسمع شوربة البيض بيقول معقول تكون طيبة؟ في كتير إذا بنروح منفتش بالجوجل بنلاقي كتير من الشوربات يلي بنحط فيها بيض، إن كان الصفار أو البياض أو الصفار والبياض معا أو بالآخر أو بالأول. أنا شو عندي اليوم؟ انطلقت من النودلز أو الإجز نودلز، يعني النودلز اللي بنعملهم مع الخضرة وبيكون في بقلبها بيض. شلت النودلز لبرا، ضل عندي الخضرة والبيض، زدت لهم مي، صاروا شوربة. طيب، شو عملت؟ حطيت الدجاج هون، قطع من الدجاج الحلوين المكعبات، وعندي هون الخضرة، طلعوا بالخضرة. رح نبلش. ملفوف أحمر، ملفوف أبيض، كوسة، فلفل أحمر، فلفل أصفر، فلفل أخضر، ذرة حطينا بقلبه كمان من الفطر، من الزنجبيل كمان بقلبها، وشو نسيت يا شيف شادي؟ بصل أخضر. ولا أطيب من هيك. اللي رح أعمله هلا من بعد ما قلستهم كمان على جنب ومن بعد ما قليت أو سلقت الدجاج، رح آخذ شوي صغيري هون هيك، طلعوا كمان الألوان شو حلوين، رح نستعملهم مشان النودلز بعدين، والباقي عندي رح ضيفهم على الدجاج، طلعوا رح أنطلق بالشوربة تبعولي. أنا هلا هون ضفنا كل الخضرة، رح أرجع رد المقلي محلها، رح أحط كمان الزيت على المقلي لأنه بدي أقلي الخضرة اللي بقيت عندي بفرد بنفس المقلي، لأنه بعدين بدنا نعمل كمان نودلز مع البيض ومع كمان الخضرة. وهودي هن الخضرة قدامكم، طلعوا شو حلوين، ها كلهم سوا. طلع ملفوف برجع عيد، أحمر أبيض كوسة جزر فلفل أحمر وأصفر وأخضر فطر زنجبيل، أوكي هودي كلهم موجودين هون، وبعدين رح تكتبون قدامكم. كما أنه الطاجة اللي قدامنا هلأ هون اللي رح يصير فيها اللي هو اللي فيها الدجاج صار والخضرة، رح حط عليها 3 ملاعق كبار من الصويا، رح نحط عليها 3 كبايات من مرقة الدجاج، ممكن تكون كمان مرقة خضرة، رح يغلوا مع بعضهم، وبيفضل عنا بالآخر إذا ملح إذا شوية بهار، بس أكيد بياض بيض. هيدا كله أي متى؟ على الساعة 12:30 بترجعوا لعندي، وبتكون كمان عجينة البيتزا يلي بدنا نعمل كمان بيتزا برجر، يعني البيتزا اليوم معمولة مع السمسم ومعمولة مع اللحمة ومعمولة مع الخضرة، وبنرجع لعندك يا رولا. يعني لو بترحمنا شوي بيكون كتير منيح مع الروايح ومع القصص الطيبة. على كل حال انت مش رح تفل بعيد، راجعين لعندك بعد شوي. بدنا نذكركم بالنيو ريليسز يلي عم ينزلوا بالسينما وبصالات العرض السينمائية، خلينا نشوفهم سوا. I have some bad news. My parents, they're visiting. When? Now. بأفلام الصالات هالأسبوع بتعود ريتشل ماك أدمز نجمة The Notebook بفيلم حب جديد كوميدي وبينتقل عبر الزمن. About Time لكاتب نوتنغ هيل وThe Bridget Jones Diary وكاتب ومخرج Love Actually ريتشارد كيرتيس. وبعالم الانيميشن بعد اول جزء سنة 2009 بيعود الفيلم الانيميتد Cloudy with a Chance of Meatballs 2 in 3D بأصوات أنا هارس وبيل هيدر. ولمحبي أفلام الأكشن Escape Plan فيلم بيجمع رامبو وروكي السينما مع الجوفرنيتور أرنولد شوارزنيجر ومع المغني 50 سنت. كافيين معكم عالم الصباح، ورح نتعرف اليوم على البطاقة الجديدة اللي مقدمينها ببنك لبنان والمهجر ضمن حملة شوب اند سيف مع ضيفتنا جوسلين شهوان، وحضرتك مدير عام مساعد ببنك لبنان والمهجر. اهلا وسهلا فيكي. اهلا. شو قصة هالبطاقة اللي عم يحكوا فيها الكل وشو المنفع منها؟ ولكن قبل ما نبلش بهذا الموضوع رح نشوف الدعاية سوا تي في كوميرشال لشوب اند سيف، ونرجع لكم. بالحمرة ببرمور مار الياس فيردا بالأشرفية
سوق كيف ما بدك وقد ما بدك، وشوف كيف بتحرك شوارع بيروت وبترجع العز لأصحاب المحلات التجارية. استعمل بطاقة تجار بيروت للتسوق واستفيد من خصومات فورية عند أكبر شبكة للمحلات التجارية بلبنان. سوق ووفر. بنك لبنان والمهجر راحة البال. صباح الخير إليك. بدنا نعرف شو قصتها، شو هي هيدي الحملة شوب أند سيف، وكيف فينا نستفيد منها؟ من 3 أشهر أعلن بنك لبنان المهجر مع جمعية تجار بيروت عن تعاون، وهي أول مرة بصير جمعية تجار بلبنان تعمل برنامج أو مبادرة لاتجاه التجار. دايما حتى المصارف اليوم، هيدي أول بطاقة من نوعها بلبنان، المصارف دايما بتطلع بطاقات تتوجه فيها للمستهلك، يعني للي بيشتري للعالم، في نقاط في مايلز، بس ولا حدا بيفكر بالتاجر. من هون اجت الفكره انه فينا نعمل شيء جديد، خاصه الوضع الاقتصادي منه واو بلبنان. مزبوط. فينا نعمل يعني هذا هو اللي خليكم تفكروا يمكن بالموضوع اكثر. اكيد، وعم شوف جمعيه التجار انه عم تجرب تلاقي مبادره جديده. اجتمعوا سوا هالفكرتين، انه في اقتصاد فينا نحركه، جمعيه التجار عندها مسؤوليه تجاه تجارة انه تلاقي لهم اشياء جديده حتى تساعدهم، تي العالم تشتري، حتى يقسطوا، تلاقوا برامج جديده واشياء عصريه ومبتكره. نفس الشيء بنك لبنان المهجر معروف عنه انه بس يشوف هيك مبادره كمان بيسلقيها، بيكون بحب المسؤوليه الاجتماعيه. نعم. وعنده الاليه اذا بدك حتى يقدر يطور هالبرنامج او هالفكره او المبادره وينزل بشيء جديد. نعم. مش هيك من 3 اشهر عملنا بس اعلان عن التعاون، بس ما قلنا شو بدنا نعمل. نعم. من جمعه اطلقنا البطاقه، كان هي بالفعل هالتعاون ولد بطاقه، بطاقه ماستر كارد بيروت تريدينج شوبينج سنتر. نعم. تريدر شوبر سنتر بي تي اي. هيدي البطاقة تايتانيوم، وبتعطي تايتانيوم هي من الفاميلي تبع البلاتينوم، يعني كمان حطينا البوزيشنينج يكون عالي ويكون مرتب ستاندرد عالي. نعم. بيعطيه اكسس على الفي اي بي وهيك. أهمية البطاقة إنه عندها لويالتي بروجرام البلوم مثل أي بنك تاني، دايما بيعطي نقاط حتى الواحد يسافر فيه، وخلينا هيدي اللي بيهمه للمواطن العادي هيدي الشقفة إنه في لويالتي وراء موجود، بياخذ نقاط وبيستبدلهم بهدايا بإلكترونيكس بسفر مثل ما بده. شغلة تانية بأهمية البطاقة، في يقسط عليها، والتقسيط هون بياخذ عدة إذا بدك فورمز. أول وحدة فيكون أشكال، فيكون 0%، وهيدي الفائدة حقيقية، لأنه التجار هنا عم بيقولوا اليوم نحن بدال بس ما نعمل خصم، نحن مستعدين تنحرك الاقتصاد نعمل حسم بلس نقسط 0%، يعني عندها الآليتين. نعم. زيادة عن هيك في يقول واحد أنا خيم بدي هالبطاقة بس ما بدي قسط وما بدي فايدة، في يدفعها كل آخر الشهر ولا فايدة ولا شيء. نعم. يعني عندها الفليكسيبيليتي، أو يقول أنا بدي قسطها مثل أي بطاقة عادية بمينيموم ادفعها كل شهر. عندها هالفانكشناليتيز أو كل هيدول الطرق واحد يقدر يستعملها. وأهم شيء بالبطاقة انه هي اول بطاقة بلبنان عندها 400 تاجر اليوم، حسومات عند 400 تاجر، الشبكة اللي قدرنا نجمعها اليوم. بس كيف قدرتوا تنسقوا مع جمعية تجار بيروت؟ يعني اول شيء جمعية دعمت هذا البرنامج، والجمعية قالت عندكم كل تجار بيروت فيكم تحكوا معهم، والاكثر من هيك هذا البرنامج مش عم بيشمل بس التجار المنتسبين لجمعية بيروت، في تجار منتسبين وغير منتسبين من برا من خارج. وبلشنا بيروت ومش رح نوقف ببيروت. رح تنتشروا توسعوا بكل مناطق لبنانيه، بكل المناطق اللبنانيه. نعم. وبقى اول مره في بطاقه بتعطي ب 400 محل اليوم. اذا بتساليني بعد شهر رح اقول لك صاروا 500. حلو. عفوا. واذا بتساليني بعد سنه رح اقول لك صاروا 1000. نعم. هيدا برنامج رح يشمل اكبر عدد ممكن من التجار بلبنان، وبالتالي واي بطاقه ثانيه رح تقعد حدا رح تكون هيدي البطاقه وحده، لانه فيها ماكسيموم حسومات حقيقيه، وفي عروضات اكسكلوزيف يعني يونيك عم ينزلوا بالصفر، يعني نحن ما بدنا يعني قد ايه بيستفيد منهم كمان المتسوقين؟ متسوق رح ينبسط، عم ياخذ بوينتس، عم ياخذ بلا فايده، دفعات متساويه اذا بده، وبلس زياده عم ياخذ هالحسومات اللي عم بيعطوا اياها التجار. حلو. يعني كل العالم او كل التجار كان عندهم اتيتود يس نحن بندخل فيها وبندخل مع بعضنا من اول يعني بعضنا. كانت ردود الفعل وكان في اقبال كثير على هذا البطاقه كثير ايجابي، وبعد هلا كل يوم هلا من وراء الدعايه اللي شفناها. نعم. عم يتلفنوا ويقولوا انه بدهم يفهموا الجماعه، بدنا نفوت معكم. نعم. طب هي بنستعملها كمان في
فينا بالصراف الآلي بالاي تي ام او كمان وقتها بدنا نشتري؟ صحيح، هذه بطاقه اي تي ام بي او اس بلبنان، برا بطاقه عالميه، نحن استعملنا ماستر كارد العالميه. نعم. في واحد يستعملها مثل ما بده بقلب، مش هو عند ال 400 يعني، وين ما بدك بتروحي على باريس، بتروحي على لندن، وين ما بدك. اوكي، شو هن المميزات اللي بتوفرها البطاقه للطرفين ان كان من نقاط الخصومات وكمان امكانيه التقسيط؟ مثل ما قلت انه هاي البطاقه بتعطي النقاط، يعني في له نقاط، مش انه انا بس باخذ حسم ما عندي نقاط، عنده نقاط وعنده الحسم اللي عم يعطيه التاجر. نعم. وعنده امكانيه التقسيط يا بفايده عاديه او ب 0%. 0% في كثير تجار عم بيعطوا صفر، بس فيك تروح على محلات يقول لك ما عندي صفر عندي حسم، في الاثنين. في ناس بس صفر بدون حسم، يعني كل تاجر عمل هو الكامبين تبعه. أهمية هذه البطاقة اللي بتميزها عن غيرها أنه دائما نحن بنشوف بطاقة ممكن تكون موجودة مع تاجر كبير، لأن تاجر كبير عنده إمكانية تسويق وعنده آلية يقدر يجتمع مع بنك ويطلع بطاقة. نعم. نحن اليوم قلنا ببطاقة هيدي رح تكون للصغار للمتوسطين والكبار. فإذا شاملة كل العالم. كل العالم، ونحن عم نحط آليات تسويقية كتير كبيرة. اليوم تنقدر نجمع 400 حدا بمحل واحد، طبعا هيدي آلية ضخمة وبدها شغل كثير. طب كيف فينا نحصل على البطاقة؟ البطاقة في كون نروح على البنك، دائما بالبنك بنخاف نحن ناخذ وقت ونطول وكل هول الاخبار، فإن شاء الله تكون سهلة وسريعة. كثير سريعة، في أسرع شيء إذا واحد بتلفن على الكول سنتر 01753000. نعم، نعيدها على رواق لحتى يكونوا دغري عم بأيدوها. يعني 01753000. في اللي بيحبوا الويب سايت كمان بفوتوا على bloomretail.com. اوكي، نحن عاملين موبايل اب كمان، واحد في يفوت عليها يحط بس اسمه وايميله، كمان بكون نحن تلفنا له. تمام، عم يطلع على كل حال على الشاشه الويب سايت الخاص فيكم. صحيح، بهذا الويب سايت اذا حدا بحب الكترونيك في روح واحد عند اي تاجر مشارك. هلا كيف بدهم يتعرفوا انه التجار هول هن المشاركين؟ صحيح، بده يلاقي ستيكر على الباب او بوستر بيعرف انه مشاركين. هيدي الطريقه التقليديه اللي اعتمدناها. ما فيها زعبره؟ نو نو. بس في طريقه للي بيحبوا التكنولوجي. نعم. نحن اللي عنده سمارت فون بيقدر يعمل داونلود للبي تي اي شوبينج كارد على الابلكيشن. على الابلكيشن بينزل الموبايل بيقدر يعمل سيرش بالالكترونكس بالمنطقه، بيقول انا بدي بالكلوزينج وين موجود. وإذا واحد بحط الجي بي اس اون تبعوله بتقدر تقول له الابلكيشن انه هون على اليمين في تاجر مشارك بجمعيه. واو، كثير سلبي. بقى هيدي الابلكيشن كثير مبسوطين فيها، للعالم كمان يقدروا يعرفوا اوتوماتيكي، او بيزوروا اكيد الويب سايت بيعرفوا مين هن المشاركين وشو هن العروضات، او فيا الموبايل اب اللي عم تاخذ كثير ضجه لانه كثير براكتيكال والعالم بتحبها. نعم. وفي نحن عاملين كمان خريطه موجوده، يعني لمين ما بده يقدر يعرف اللوكيشنز طبعا، يعني استعملنا اذا بدك الوسائل التقليديه للاعلان. نعم. عن هدول الاشياء او في اشياء ديجيتال ومتطوره وحديثه. حلو، عم بشوف التطور والتكنولوجيا. صحيح. شو هو بطاقه، او شو هي بطاقه نزع الالغام؟ مثل ما حكينا عن هيدي البطاقه انه فيها مسؤوليه اجتماعيه، يعني نحن اليوم اطلقناها بوقت الاقتصاد بحاجة لأي مبادرة يجتمع كافة الأطراف مثل مصرف مع جمعية التجار مع التجار. فإذا هي انطلاقا من خدمة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية. نحن من 2010 نزلنا بطاقة كل ما بتستعمليها بتشيل لغم من لبنان. كثير العالم قليل بيعرفوا أنه بلبنان في 425,000 لغم كانوا، لأن صاروا أقل هلا. وأطلقنا البرنامج، ولبنان هو بلد من 70 بلد بالعالم عنده ألغام، بس العالم ما بتعرف هالشيء. وأول بلد بالعالم بيطلع بطاقة بتستعمليها بتشيلي لغم من البلد. نعم. وهلأ اليونايتد نيشنز أخذينا كإكزامبل وعم بيبرموا فيها ويعطوا فيها برزنتيشن تا يدعوا غير بلدان عندهم نفس المشكلة حتى يشيلوا الألغام من بلدهم. حلو، أوكي. كمان في عنا البطاقة أو برنامج إذا بدنا، مش بطاقة، بلوم شباب. إذا فيك تخبرينا عنه لا يمكن يستفيدوا الشباب كمان من المعلومات. ايه بلوم شباب. حتى وصلتي. ايه، لأنه كل شيء عم نحكي مسؤولية اجتماعية، اللي نقيتيهم حضرتك هن اكزاكتلي تحت هالشيء، يعني. نعم. اليوم بين جمعية تجار بيروت كبطاقة، واليوم إذا حكينا قبل الألغام وهلا بلوم شباب، كمان هو برنامج تربوي للشباب. اليوم لاحظنا إنه في نقص باللبنان إنه الجناس الشباب إنه حدا يقول لهم أو يوجههم تربوياً أو مهنياً، في نقص. صحيح. إلا بالمدارس الكتير خاصة الكبيرة والصوتة بتسمح إنه يجيبوا هالأخصائيين. نحن رحنا على هيدا المحل إنه ما حدا مهتم بهذا التوجيه بشكل كافي، خاصة بالمدارس الرسمية
او المدارس ما مقصوطه بتسمح لها انه تجيب هيدي الاورينتيشن توجيه. نحن فتنا على الخط، حطينا اطلقنا ويب سايت blomshabib.com، وقدر الشاب كمان ياخذ هالتوجيه المهني والعلمي، بس كله تحت المسؤوليه الاجتماعيه. يعني بيكون في الدومينز اللي هن بدهم عبالهم يمكن يفوتوا صحيح يتعلمون ويكون موجودين، بيقدروا يعرفوا اكثر عن هيدا المجال من خلال هيدا الويب سايت. او مزبوط. حلو تمام مش غلط. اوكي، طب اذا بدنا نعرف عن المشاريع المستقبليه كمان ببلوم بانك. هلا رح اخبرك، رح ارجع لبيروت، بطاقه تجار بيروت للتسوق. هلا المشروع انه نبلش نبيع بطاقات، هلا تواجدنا بالسوق. نعم. بدنا نبيع بطاقات قد ما بنقدر، رح نجيب تجار قد ما بنقدر. نعم. ويكون عندنا انتشار مثل ما قلت ما يشمل بس بيروت، نطلع على المناطق يعني. هيدي اذا بدك اللي رح نحط علينا تقلنا بالاول او ثلاث اشهر الجايين، وان شاء الله هذا البرنامج بيستمر بشكل كتير كبير انه نقدر نعطي نتائج حلوه فيه، انه ما يكون بس اعلان ومؤتمر صحفي، وجود حلو بين لبنان والمهجه وجمعيه التجار يمتد لارقام حقيقيه، ان شاء الله يقولوا لنا تجار خي ثانك يو لعملنا فرق بهذا البرنامج. ان شاء الله، يعطيكم الف عافيه. انا بدي اتشكر حضورك، وان شاء الله بنلتقى فيكم كمان باعمال كمان ثانيه اكثر بتساعد المجتمع. اهلا وسهلا فيكي. رح نتوقف مع فاصل اعلاني، ومن بعدها بتنضم لنا تانيا بخلينا نحكي، واللي ما بيعرف اليوم هو اليوم العالمي لمناهضه حكم الاعدام، فطبعا هذا الموضوع او هذه الفقره حتكون محور حديثها هو عقوبه الاعدام.